يريدوا أن يفرحون بهذه الأسماء. هنا الحكم يوقف المباراة. نزاع ما بين اللاعبين في هذه اللحظات. أمور غير مقبولة، أمور غير مقبولة. أنت تخسر نعم، لكن ليس من حقك أن تؤذي الآخرين. تسبب هذا المشهد الصادم بأزمة كبيرة في عالم كرة القدم، إذ يظهر في المشهد قيام مدرب الحراس بالمنتخب السوري فريق الناشئين لؤي عثمان، وهو يصفع أحد اللاعبين اليمنيين أمام الكاميرات في مشهد استفز كل من شاهده عبر السوشيال ميديا. الجدل الكبير والغضب دفع الاتحاد السوري لكرة القدم إلى تقديم اعتذار رسمي ببيان نشره عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذكر بأنه تم إيقاف عثمان عن التدريب وتم منعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر. الأمر لم ينتهي هنا، بل بادر المدرب لؤي عثمان إلى زيارة باعثة المنتخب اليمني للناشئين في غرفة الفندق التي كانوا يقيمون فيها، وقدم اعتذارا علنيا للجمهور اليمني عامة وللاعب سعيد العوالقي بشكل خاص. نتابع. والله العظيم عم بعد يا ابو ما مو قصد حتى الضرب، وهذا ابني بتعرفوا مثل ابني، وهذا نفس الشيء كل واحد، نحن الشعب اليمني والشعب السوري واحد، وانا بعتذر عن الشعب للشعب اليمني. وربما هذا الفيديو او هذا الاعتذار ايضا كان الاكثر تداولا في الساعات الاخيره.